تم التنسيق بين قيادتي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران وقيادة أمن ولاية وهران لإعداد خطة لمحاربة كافة أشكال الجريمة وبسط الطمأنينة والسكينة باتخاذ إجراءات استباقية اللازمة الوقائية من كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهذا تزامنا مع الدخول الاجتماعي لسنة 2023-2024، حيث تم القيام بمداهمة مشتركة واسعة النطاق بإقليم كتيبة وهران وأمن دائرة بير الجير، مست النقاط المشبوهة والأماكن التي يرتادها معتدي الإجرام، أين أسفرت مختلف العمليات على حجز 140 قرص مهلوس، 11 قطعة من الكلف معالج زائد 4 صفائح بوزن 397 جرام، 278 وحدة مشروبات كحولية، مبلغ مالي يقدر ب 22 مليون و 650 سنتيم كعائدات للإجرام، توقيف 13 شخص، 11 شخصا مروجي مخدرات، شخص واحد أمر عدلي وشخص لحيازته سلاح أبيض، حجز 6 أسلحة بيضاء، توقيف وتحويل 8 دراجات نارية. يبقى الرقمين الأخضرين 10-55 و 15-48 في خدمة المواطنين.